لا انا عمري ما شفت نفسي مثاليه، دايما حاسه ان انا مقصره، لان دايما بلاقي ناس احسن مني في امهات يعني، فببقى عايزه اعمل زي اكتر منهم يعني. مفيش حد مثالي عامه، ما تضحكش على نفسنا بالكلمه دي. المثاليه حاجه وان الام تبقى نرجسيه حاجه تانية. يعني هي لو الام نرجسيه ساعتها تسرق سعاده ولادها، لكن الام المثاليه لا. ما كل امهاتنا اصلا وخصوصا الستات المصريات يعني كلهم مثاليات. انا مش مثاليه لاني انا بدي مش منتظره مقابل، بس كده. انا شايفه طبعا نفسي، طبعا مش هشكر في نفسي يعني، بس انا بحب اعمل كل حاجه، وطبعا اي حاجه يعني مثاليه قوي ما في الانسان فينا ما بيقدرش يوصل للمثاليه. المثاليه دي طبعا حاجه مش صح، اما على الاقل هنوصل يبقى وسطي، ابقى حاجه كويسه يعني، اعمل كل حاجه بما يرضي الله. لا مع اولادي بصراحه، انا اكتر وقتي اصلا مع اولادي. مع اولادي سعاده. لا مع اولادي بستثمر فيهم اكتر. ايوه اكيد، ما انا لو ما عرفتش احب نفسي وادي لنفسي وقتها مش هعرف احب الاخرين، او مش هعرف احب ولادي واديهم وقتهم. سعاده الام في وجود ولادها جنبها واحفادهم، يعني بتسرق سعادتها. وبعدين الام على حسب ما تزرع وتربي، لان هي بتجني وبتلاقي حصيله اللي هي زرعته في اولادها. والله هما الاثنين ماشيين مع بعض يعني. ما تقدرش يعني، طبعا الابناء اهم من البيت، الابناء هما الاهم. لازم تبقى عامله لهم عقاب نفسي مش جسدي. العقاب النفسي بيتعب اكتر او بيخليهم يحسوا ان ده حاجه صعبه مش سهله. العقاب النفسي اكتر من الجسدي. اعاقبه ان انا ما اجيبلوش حاجه حلوه وان انا ما اكلموش، يعني كل ما يجي يوجه لي كلام ما بردش عليه. لا، الضرب والزيق عامه ساعات بيكونوا ضروريين في اوقات معينه، بس مش على طول. على طول بيبقى لا، بيقلب بالسلب على طول، مش حاجه ايجابيه خالص. الضرب والزعيق مش اداه العقاب. كل ام بقى وعلى حسب ما بتربي ابنها تشوف ايه اداه العقاب اللي هي تحرمه من حاجه، تمنع عنه حاجه هو مثلا بيحبها. فهي نظره العين ليه، ان انا دايما زرعته جواه ان هو يحبني ويخاف مني معزه وحب. ليه؟ لان اصلا مش بالعنف وبالترهيب، لا بالترغيب، وفي نفس الوقت هو عارف انا بقى ما بعملش الغلط عشان خاطر ماما تزعل. لا بص، الضرب والزعيق دوت دي حاجه مش طبيعيه يعني، هو الصح اللي انا ناقشه، الصح اللي انا اخليه هو يعترف بالغلط، لو اعترف هيعرف يصلحه.